السلام عليكم. أخذنا بالمحاضرة الفاتت التكامل الغير محدد، اليوم نتطرق للتكامل المحدد. إذا كانت عندي دالة تساوي y تساوي function of x، وهاي الدالة غير سالبة وقابلة للتكامل على الفترة المغلقة من a إلى b، هذا التكامل مال الدالة راح نسميه بالأريا، يعني المساحة بين المنحني مال الدالة F ومحور السينات، ومن A إلى B اللي هي قلنا عليها الفترة المغلقة. طبعا هاي المساحة نسميها Area Under the Curve، يعني المساحة تحت المنحني واللي محددة بالفترة بين A إلى B. نأخذ هذا المثال. Find the value of integral من سالب 2 إلى 2 تحت الجذر 4 ناقص x تربيع dx. هذا الـ f of x، وعندنا هاي الـ a وهاي الـ b، يعني الفترة راح تكون عندي من سالب 2 إلى 2. إذا تلاحظون هنا هذا المنحني مال الدالة اللي هو عبارة عن نصف دائرة أو يسمونها سيمي سيركل. إحنا إذا جينا نحسب المساحة بالطريقة التقليدية، يعني هنا عندنا نصف القطر مالت الدائرة هو 2، فالمساحة مال الدائرة هي نصف باي آر تربيع، وقلنا الآر هو 2، فراح تطلع عندي المساحة مال هذا النصف الدائرة 2 باي. زين، إذا جينا حسبناها عن طريق التكامل، فهنا راح تكون عندي التكامل من سالب 2 إلى 2 تحت الجذر 4 x تربيع dx أيضا تساوي 2 باي. إذا نستفاد من التكامل المحدد في حساب الـ area under the curve، المساحة تحت المنحني واللي محصورة بين المنحني ومحور السينات ومحددة بالفترة المغلقة من A إلى B. زين، هنا عندي the first fundamental theorem of calculus. إذا كانت عندي الدالة F وهاي الدالة مستمرة، يعني ما بها انقطاع على الفترة المغلقة من A إلى B، وال F of X الكابيتال هي يعني شنو ال anti derivative، يعني التكامل مال الدالة F. زين، هذا التكامل راح يكون عندي من A إلى X function of t dt، واللي بي مشتقة من A إلى B، يعني هذا القانون راح يكون عندي df capital على dx يساوي d dx تكامل من A إلى x function of t dt، أو يساوي لنا function of x. هنا ناخذ مثال على هذا القانون، يقول جد dy على dx للدوال التالية. أول شيء y تساوي من سالب باي إلى x كوساين t dt. هنا أنا نجي نعوض مكان كل t x، يعني راح يكون عندي d على dx سالب باي إلى x كوساين t dt، راح يكون عندي كوساين x باعتبار أن المشتقة تروح ويا التكامل، بس نعوض مكان كل x t. هنا y تساوي من صفر إلى x واحد على واحد زائد تي تربيع دي تي. أيضا هنا أنا بمكان تي راح نعوض إكس، فراح يصير عندي واحد زائد إكس تربيع. هنا واي تساوي تكامل من واحد إلى إكس تربيع كوساين تي دي تي. لاحظ هنا إنه إكس تربيع، بنعوض بمكان تي إكس تربيع، وهاي دي تي راح تكون عندي على مود نحولها إلى dx، راح نشتق الـ x تربيع حصل 2x dx، فهنا راح تبقى من عندها يعني dx يروح ويا التكامل تبقى 2x، وقلنا نعوض بمكان الـ t x تربيع، يعني هنا كان التكامل إلى x، هنا x تربيع. زين، second fundamental theorem of calculus، يقول the integral evaluation theorem،
يعني إذا كانت عندي الدالة F وهي الدالة المستمرة على الفترة المغلقة من A إلى B، إذا ال F هي الأنتي ديرافيتيف يعني التكامل مال الدالة F وهم على الفترة المغلقة من A إلى B. هنا أنا راح شنو يصير؟ هذا التكامل مال الدالة نعوض حدود التكامل من A إلى B، راح يكون عندي هاي الفانكشن اللي هو تكامل الدالة الصغيرة، نعوض بي ناقص ال A. زين، هنا اكو قوانين اخرى للتكامل. اذا كان عندي تكامل على الفترة نفسها يعني من A الى A راح يساوي صفر، يعني اذا عوضنا هنا F of A ناقص F of A فراح يكون عندي صفر. تكامل حدود التكامل إذا قلبناها، يعني هنا تكامل من A إلى B function of x dx، إذا قلبناها راح تكون عندي سالب، نضرب الدالة في سالب فتكون من B إلى A. إذا كان عندي constant ال K نقدر نطلعها خارج التكامل، ويكون عندي K تكامل من A إلى B function of x dx. هنا أيضا إذا كان ال K سالب واحد فيطلع خارج التكامل السالب. إذا كان عندي حاصل جمع دالتين يعني واثنيناتهم function of x أقدر أوزع التكامل. إذا كان حاصل جمع أو طرح نقدر نوزع التكامل، فهنا راح يكون عندي من a إلى b function of x dx زائد أو ناقص من a إلى b g of x dx. إذا كانت الدالة أكبر أو تساوي صفر على الفترة المغلقة من A إلى B، إذا التكامل مال الدالة أيضا راح يكون عندي أكبر من صفر أو يساوي صفر على الفترة المغلقة من A إلى B. إذا كانت ال F of X أكبر أو تساوي G of X على الفترة المغلقة من A إلى B، إذا التكامل مال ال function of X dx راح يكون أكبر من تكامل G of X dx على نفس الفترة. هنا أنا إذا كان عندي تكامل من A إلى C function of x dx وتكامل زائد تكامل من C إلى B function of x dx، يعني تكامل نفس الدالة اللي هي f of x بس هنا عندي من الفترة A إلى C وهنا من C إلى B، نقدر نختصر هاي الخطوة إنه نكون من A إلى B يعني بدون ما نجزئ التكامل، نقدر ناخذ الحدود من A إلى B بس شرط تكون عندي نفس الدالة اللي احنا جايين كاملها. زين، ناخذ هاي الأمثلة. يريد تكامل من صفر إلى باي كوساين X dx، تكامل الكوساين أخذناه ساين X. هنا نعوض بالبداية، نعوض الأكبر اللي هو ال B ساين، راح يصير ساين باي ناقص هنا أنا A راح يصير ساين صفر، ساين باي ساين صفر هو صفر ويساوي صفر. تكامل من صفر إلى اثنين X تربيع دي X، تكامل X تربيع X تكعيب على ثلاثة، ونعوض الحدود من صفر إلى اثنين، هنا واحد على ثلاثة كونستانت يطلع خارج التكامل ونعوض. تكامل من سالب اثنين إلى اثنين أربعة ناقص x تربيع دي x، تكامل الأربعة أربعة x، x تربيع x تكعيب على ثلاثة، وأيضا نعوض حدود التكامل. هنا التطبيق على اللي حكيناه على area under the curve. Find the area between the x axis and the curve. الكيرف مطينا إياها هاي معادلته y تساوي أربعة ناقص x تربيع اثنين y تساوي x تربيع ناقص أربعة، ومنطينا على الفترة المغلقة من سالب اثنين إلى اثنين. إذا لاحظ هنا بالرسم، هذا الرسم مال الكيرف y تساوي أربعة ناقص x تربيع، وهنا الفترة من سالب اثنين إلى اثنين، هذا للمنحني الأول. إذا أردنا نطلع المساحة اللي هاي المنقطة، نقول تكامل من سالب اثنين إلى اثنين، نخلي المعادلة مالت الكيرف أربعة ناقص إكس تربيع دي إكس، تكامل أربعة أربعة إكس والإكس تربيع
اكس تكعيب على 3 من سالب 2 الى 2، وهنا طلعت عندي 32 على 3 وحدة مربعة. زين، الكيرف الثاني، الكيرف الثاني صاير بالسالب يعني اصغر ويساوي صفر. في الحالة عندنا خيارين، يا اما نخلي مطلق للناتج النهائي او نضرب الدالة من البداية في سالب، فراح يكون عندي تكامل من سالب 2 الى 2. هنا مضروبة الدالة في سالب، اكس تربيع ناقص 4 دي اكس. ايضا طلعت عندي 32 على 3 لان هي مساحة، فلازم تطلع عندي بالموجب، ما يصير مساحة بالسالب. زين، هنا اكو فد خطوات على مود نجد المساحة لفد منحني بسالب وبموجب. يعني هنا اذا تلاحظون ان المنطقة هاي صايرة بالموجب وهاي بالموجب وهاي بالسالب. اول خطوة هي نجد نقاط التقاطع مع محور الاكس، يعني نخلي الفانكشن تساوي صفر او نخلي الواي تساوي صفر على مود نطلع نقاط التقاطع. بعدين نقسم الفترة، هو منطينا الفترة مال التكامل من اي الى بي، نجزئ هاي الفترة على نقاط التقاطع اللي وجدناها. بعدين نكامل الدالة حسب هاي النقاط اللي وجدناها. اخر خطوة هي نجمع المساحات اللي طلعت لنا، بس نخلي ابسوليوت على مود نتخلص من اللي المساحة الموجودة بالجزء السالب. يعني بهذا المثال راح تكون عندي المساحة من اي الاي وان، راح تكون من اي الفترة مالتها الى اكس وان، ونخلي هنا الدالة نكاملها. المساحة الثانية راح تكون عندي من اكس وان الى اكس تو الحدود مالتها، وايضا نكاملها، وهنا نخلي ابسوليوت لكل المساحات. من اكس تو الى بي، هاي من اكس تو الى بي، وايضا فانكشن اوف اكس دي اكس. Now find the area of the region between the x-axis and the graph of function of x. So x تكعيب ناقص x تربيع ناقص 2x، وعلى الفترة من سالب 1 إلى 2. يريد المساحة مال هذا المنحني اللي معطينا إياه، منحني الدالة، والفترة من سالب 1 إلى 2. بالبداية قلنا نجد نقاط التقاطع، نخلي الدالة تساوي صفر. أول شيء نبسط هاي الدالة، فراح تكون عندي x مضروبة في القوس x تربيع ناقص 2 x زائد 1، نساويها للصفر، راح تكون إما x تساوي صفر أو x ناقص 2 تساوي صفر، إذن x تساوي 2، و x زائد 1 تساوي صفر، إذن x تساوي سالب 1. راح تطلع عندي 3 نقاط تقاطع اللي هي هاي صفر صفر، هنا سالب 1 صفر، هنا 2 صفر. فالدالة راح تكون بيها فترة من سالب 1 إلى صفر ومن صفر إلى 2. هنا هاي تقع بالموجب وهاي تقع بالسالب، بس احنا قلنا ناخذ الابسوليوت على ما نتخلص من إذا أكو سالب بالدالة. فالفترة راح نجزئها، أول وحدة تكامل من سالب 1 إلى صفر، من سالب 1 الى صفر، ونكامل المعادلة مالت المنحني او الدالة اللي معطينا اياها بالسؤال، اكس تكعيب ناقص اكس تربيع ناقص 2، نكاملها ونعوض الحدود مال التكامل. طلعت عندي المساحة الاولى 5 على 12. زين، المساحة الثانية اللي هنا تقع بالسالب راح تكون الفترة مالتها من صفر الى 2، من صفر الى 2، من صفر إلى 2، ونخلي الدالة نفسها نكاملها ونعوض، طلعت عندي سالب 8 على 3. قلنا هنا لو من البداية نضرب في سالب أو من الأخير من نجي نجمع المساحات نخلي أبسوليوت، فهنا السالب بيروح، طلعت عندي المساحة 37 على 12 وحدة مربعة، هذا مساحة المنحني كله مالت الدالة اللي معطينا إياها بالسؤال اللي هي مقسمة إلى جزئين.
وهاي مجموعة من الهوموركات اللي تحكي عن التكامل المحدد، هنا دوال مثلثية ودوال عادية. هاي دوال أيضا بيناتهم جمع وطرح. ناخذ موضوع آخر اللي هو تكامل الدوال الانفيرس inverse function أو الدوال العكسية. يعني مثلا هنا عندي تكامل واحد على يو دي يو، إذا كانت اليو قابل للاشتقاق الدالة قابل للاشتقاق ولا تساوي صفر، يعني هي موجودة بالمقام، فالتكامل مالت الواحد على يو دي يو راح يكون يساوي لين يو ذات سي. هاي بحال إذا كان تكامل غير محدد، نضيف ثابت التكامل. ناخذ مثال evaluate the following integrals، يعني جد التكامل مال الدوال الآتية. هنا عندي أول وحدة تكامل x على 3x زائد 4dx. بالبداية نفرض المقام يساوي u ونشتق هذا المقام مشتقة 3x 6x dx. احنا ال x dx موجودة بالدالة بس 6 نضيفها، يعني راح نعوض مكان x dx 6 ديو على 6. اذا تكامل x dx 3x تربيع زائد 4 راح يساوي هذا u، عوضنا مكانه راح يصير 1 على u، وال x dx هي ديو على 6. 1 على 6 تطلع خارج التكامل، ونكامل ديو على u، قلنا تكامل ديو على u هو لين u زائد c. نرجع نعوض بمكان u راح يصير 3x تربيع زائد 4 زائد c. تكامل من صفر إلى اثنين، اثنين إكس إكس تربيع ناقص خمسة دي إكس، هذا قلنا الفرضة يو، فالمقام يو يساوي إكس تربيع ناقص خمسة، نشتقه دي يو تساوي اثنين إكس دي إكس. إذا اثنين إكس دي إكس موجودة فنعوض مكانها دي يو. بس نلاحظ إنه هنا حدود التكامل، هذا كان المثال الأول تكامل غير محدد ضفنا سي. هنا تكامل محدد، حدود التكامل هاي للإكس، وإحنا حولنا الدالة أو التكامل بدلالة يو، فنجي نعوض هنا هاي باعتبار إكس وهاي إكس، فإكس تساوي صفر وإكس تساوي اثنين، نعوضها هنا، فراح تكون عندي هنا صفر ناقص خمسة راح تصير ناقص خمسة، هنا اثنين أربعة ناقص خمسة ناقص واحد، فحدود التكامل راح تصير عندي من ناقص خمسة إلى واحد، وهاي المقام قلنا يو، واثنين إكس دي إكس هي صارت دي يو، إذا راح يصير لين اليو من سالب خمسة إلى خمسة، لين الواحد سالب واحد العفو ناقص لين سالب خمسة، ويساوي سالب لين خمسة. هنا عندنا تكامل من سالب باي على اثنين إلى باي على اثنين، أربعة كوساين ثيتا على ثلاثة زائد اثنين ساين ثيتا دي ثيتا. نفرض المقام اللي هو ثلاثة زائد اثنين ساين ثيتا يساوي يو، نشتق دي يو تساوي اثنين كوساين ثيتا دي ثيتا. إذا اثنين دي يو تساوي أربعة كوساين ثيتا دي ثيتا، يعني هاي الأربعة كوساين ثيتا دي ثيتا نعوض بمكان اثنين يو. ايضا نفس السؤال السابق، هاي حدود التكامل هي للثيتا، واحنا التكامل راح يصير بدلالة اليو، فهنا اذا كانت عندي الثيتا تساوي ناقص باي على اثنين الحد الاول، راح تكون عندي تساوي واحد اليو باعتبار، والثاني باي على اثنين نعوضها هنا نعوض ثلاثة زائد اثنين ساين الباي على اثنين راح تطلع عندي خمسة. إذا التكامل راح يكون من واحد إلى خمسة، من واحد إلى خمسة، والمقام قلنا فرضنا يو، وأربعة كوسان ثيتا دي ثيتا صارت اثنين دي يو، هاي اثنين تطلع خارج التكامل، لين اليو من واحد إلى خمسة راح يصير عندي اثنين لين الخمسة ناقص لين الواحد يصير اثنين لين الخمسة. هنا عندنا تكامل خمسة x زائد 2 على x زائد 1 dx،
أخذنا بالتكامل الغير محدد مثال مشابه لهذا، وقلنا إذا كانت عندي حاصل قسمة بولينوميال 2 بس درجة البسط مساوية لدرجة المقام، راح نقدر نبسط هذا المقدار باستخدام القسمة الطويلة. فهنا قسمنا قسمة طويلة طلعت عندي ناقص 5 والباقي سالب 3، فراح يصير عندي 5 ناقص 3 على هذا المقسوم عليه x زائد 1 dx. هاي الخمسة تتكامل عادي، يعني نقسم التكامل نقدر، فراح يصير عندي تكامل الخمسة راح يصير عندي 5x، وهذا هي الدالة العكسية الانفيرس فانكشن، فراح يصير عندي 3 يطلع خارج التكامل، وواحد على x زائد 1 التكامل مالته للx زائد 1 زائد c.